باجي خذ لي لحم مفروم وفلفل حار باش نطيب طاجين كفته حار. الحار ترشي ولا ماشي ترشي؟ او يا باجي عمرك ريت حار ترشي ولا ترشي حاره؟ عمري ما ريتو. وانت شتيه؟ اوه يا باجي لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم زكريا قراويل. مرحبا مرحبا شرفتنا ونورتنا. مرحبا بيك. الله يحفظك الله يسلمك. لاباس؟ الحمد لله. وانت شنو احوالك؟ الحمد لله الله يحفظك. باجي واش راك؟ ما تاخذش عليها الباجي على الاخر. معليش تفضل. اوه علاش تشقي في روحك وجايب جاتو معاك؟ سي ان بليزير. وزيد حنا تربينا ما نروحوش يدينا فارغين كي يعيطونا ضياف. راجل وسيد الرجال. الله يحفظك. حتى انا مش باش نخليك تروح كرشك فارغه، باش نطيب لك ماكله بنينه بنينه تهز العقل. ان شاء الله. اوكي. وانتم زيدا اقعدوا معنا باش تكتشفوا واش باش نطيبوا، ما تزبيوش وما تمشيو لحتى بلاصه اخرى، انا راجعين. مرحبا بيك زكريا مره اخرى، ميرسي على الجاتو. الله يحفظك. انا اليوم باش ندلك زيدا باش نعمل لك طاجين كفته حار. حار؟ ايه. تحبش الحارة؟ ويلزم تطيبها بالحار. مولاي يحب الماكله حاره، شنو نعمل؟ خلاص تو نعمل لك طاجين كفته ليك انت بالفلفل الحلو. اي تخلي. ما تروحش كرشك فارغه. مو انت طيب تدخل كوزينه ولا يلزم تدخلها؟ علاش يلزم؟ يلزم قلتها ملزوم هكا. ايوه عفسالي تعاونك في حياتك. كمان فما برشا يقول لك انا ليه ما نطيبش، عندي المراه طيب امي طيب ما يطيبش. احنا يا تربينا لو ما يطيب الانسان. يطيب بيه برشا. باهو وشنو الطيب تعرف الطيب؟ دوكا تيك سا ديبو كابابل هذيك نطيبها فوق مقله صافي ان بلا. اسهل منها ما ثماش. اي احسن حاجه تعملها انت شنو احسن حاجه؟ ايه تقدري العظم. العظم سي سي فريمون عفسه اللي ديروها كاع. مالاش تعب. نو مي ابخي كاين لي روسيت تاع البيض مي بصح يجوا بنان اون مانيير كيفاش طيبيهم. باغ اكزومبل انت دوكا كيما راكي راح طيبي هذه الكفته راح طيبها بنينه على عباد واحد اخرين بالك ان شاء الله. ان شاء الله باش نقول لك عليهم وبعد نبداو نطيبوا باش نستحقوا الحم المفروم هذيا حضرنيه باش نستحقوا الطماطم مقصوصه فرشكه وطماطم معجونه باش نستحقوا الفلفل الاكحل وملح بصل كيف كيف مقصوص وكسبر ومعدنوس وثوم والفحات نتاعنا هما لهنا عندنا سكنجبير وكركم راس حانوت وفلفل عكري. بالنسبه للفلفل هذا حار. بعد باش نعمل طاجين اخر بالفلفل الحلو. اوكي نبداو ان شاء الله. زكريا انت بديت مانكا؟ بديت مانكا وي. من قداش عمر بديت في المانكينا؟ بديتها 2011 اي قعدت معناها برشا ولا لتوا تعمل مانكينا؟ لا مازالني حتى لدوك مي فريمون راني اون فريلانس سيتادير كو نخدمها نخير مع من نخدم. مانكينا ماشي زعما تيك جو في بارتي دون اجونس ولا كش حاب سا. فريلانس سي كو يعيطوا لي بارابور ا مون ايماج بارابور واش هم حابين يبريزونتي. قلت ما كاين عفايس. انت اخترت باش تكون مانكا ولا فما شكون دبر عليك؟ لا انا ما كنتش كاع نخمم فيها. ما كنتش كاع نخمم. مالا اللي دبر عليك عنده الحق. الحمد لله. عنده الحق خاطر ربي عطاك نعمه باش تنجم تكون مانكا. الحمد لله. هكا ولا الحمد لله. وانت كي عملت مانكينا ساعدتك باش تعمل حاجات اخرين من بعد؟ وي ساعدتني باغ اكزومبل دوكا تيك راني خدمت مع 10 ل 10. سيتي ان با تاني ما بين الاخرين. اختاروك على خاطر مانكا ولا على خاطرك ممثل؟ اختاروا على حسب ليماج. باغ اكزومبل البروفيل جعفر قاسم يشيرشي ان بروفيل اي جو كوريسبوندي. ومن بعد تيك ما كانش غير هاد العفسه كاين وسي عفايس واحد اخرين. كي كونسيست با زعما ما يكفيش خاطر باش تكون مانكا تولي اكتر. ما يكفيش. اي اش لازم ماخر؟ قبل ما تجاوبني باش نقول لك على الفحات خاطر باش نحط. انا حطيت لهنا قلت لك راس حانوت وسكنجبير وعكري وكركب. باش نعمل خاطر انا باش نقسمهم
حب الزربه كما قلت انت هذه تعملها بلا باش نخلطهم ايوه باش يوليو مع بعضهم ونولي ناخذ طريف منهم وباش نخلي طريف للمرقه اوكي وبعد باش نحط شويه ثوم وباش نحط المعدنوس والكسبر وطريف من البصل مش برشا وشويه فلفل اكحل وشويه ملح باهي هكا باهي انا لفحت. ما انا ما ندير غير الملح والفلفل الاكحل هكا هاو كي تعمل لي بولات باش نحط نقطه زيت باش نجم نعملها بولات باهية دونك قلت لي ما يكفيش باش يكون واحد مانكا معناتها ما يكفيش يكون مانكا باش يولي ممثل مش كافيه هي ما تكفيش باش تكون مانكا زعما تيك ديريكتومون تقدر تكون اكتور شنو لازم؟ ليماج ساكونت الصوره مليحه باينه باللي كيكون عندك كاش دور ولا كاش حاجه يحوسوا على الصوره تاعك ومن بعد هيك مر الصوره هذه كاين الموهبه لازم تكون عندك الموهبه اي وما تمشيش ثاني وحدها لازمك تكون تعشق في هذا لو ميتي باسكو ماشي سهله صحيح صحيح تعيا تعاود ماشي هكذا هكذا سمعتك فريمون لو كان ما تكونش تحبها ما راحش تكمل فيها ومن بعد هذيك هادو ما ثاني ممكن لو كان تزيد تلمهم ما يكفوش فوق هذا الشيء لازمك تكون ديسيبليني بروفيسيونيل صحيح هادو ماشي كي تلمهم سا بو فير كيك شوز واسكو يلزم واحد يكون قرا تمثيل باش يكون ممثل ويكون بروفيسيونيل هي مليحه تكون قريت تمثيل مليحه يكون عندك دي باز باسكو سي دي زيكزارسيس ديرهم يعاونوك ابخي ماشي لازمك تكون قريت التمثيل باش تكون عندك هذه الموهبه تاع انت تقدر تمثل دور خاطرش كاين عفايس يشوفهم الرياليزاتور يشوفهم تاع الكاستينغ يشوفهم بزاف اي سا كونسيست با غير باسكو قريت كاين بزاف ممثلين اللي ما قراوش التمثيل مي بصح تلقاهم سي دي غرون نو اي فما اللي ما قراوش وهما ممثلين كبار كي نوري نوري ديما يمثل عليا من غير ما يقرا هذيك اخر حاجه انت خدمتها كممثل شنو؟ الاخرى تاعي كانت مع سلسله تاع جعفر قاسم صح عليك خدمت حاجات اخرين خلفها؟ خدمت حاجات اخرين سيتي كانوا دي رول فريمون صغار مي بصح سيتي دي بتي رول وعاونوني ثاني تبدا بالغول الصغار ومن بعد تبدا تكبر هذه هي تي تادبت ايوا ومن بعد هذيك تصوتي درجة 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 ان شاء الله تبدا عندك ادوار كبيرة ان شاء الله ان شاء الله وانت تخدم ممثل معناها هذه خدمتك ولا عندك خدمة أخرى؟ لا لا في حياتي ما كانش غير التمثيل والمانكينا ولا كاش حاجة باسكو على باز انا خدمت بلومبيي ليه؟ جوسكا بريزون مازالني بلومبيي انت بلومبيي Et j'aime ça autant que j'aime la. C'est bien. Wallah, c'est bien. Tu aimes être plombier, معناتها. خدمه تحبها. Oui, parce que tu fais que ça soit la plomberie ou la autre chose, chaque chose a une partie d'artiste. Et ou je fais un œuf la plomberie. Wallah, bravo. برافو برافو معناها انت تمثل حاليا تمثل وفي نفس الوقت تمشي تخدم بلومبيي نعم كهو سي ان بليزير لي دو والله حلو تعرف عجبتني كي قلت لي انا بلومبيي زكريا شو تقول شباب المملكه اللي قاعد وما يحبش يخدم ويحب يولي وزير ويحب يولي مسؤول شو تقول له؟ اذا كاع نولوا وزاره كيفاش؟ نو ما يلزمش يلزم فريمون كو ما يحتقروش هادو ما صنعت لاخاطرش مليحه كي تكون عندك صنعه في يدك خير من حاجه واحده اخرى وكي تعرف وتجيبها حلايليه تجي حلوه صح راك راجل خويا ميلا يكسب الفرنك بعرق جبينه بعرق جبينه والله صح ايه. الحمد لله يوفى مال الجدين وتقعد صنعة ليدين احنا نقولوا ايوه لا هما يحبوا يجيو مولاي عاشور اعمل لي مولاي عاشور جيب لي مولاي عاشور يطلبوا 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 في مولاش باش يعمل لهم ايه خدموا ها باهي كملنا لي بولات نتاعنا عملناهم باش ناخذوا الطنجره باش نبداو في الصوص الصوص نتاعنا فما الزيت باش نصبوه ها
باش نحطوا البصل اللي خلينا منه حطينا شويه في اللحم، وتوا باش نحطوا شويه في الطنجره باش نحطوا معاه الثوم. كل شيء على البارد هاكا، ما قلينا شيء، ما قلينا حتى شيء. حليمي باش نعملوا، باش نحطوا شويه طماطم معجونه مع الطماطم المعجونه، باش نحطوا طماطم فريشكه هكا ولا راني نتبعني نرفد انا نفيقه بك قاعده تتبع فنين دونك تتبع في كل شيء. نتصورك حتى كي قلت لي ندخل شويه شويه الكوجينه الطيب، انت معناها عندك ماكله باهيه. يلزم ها يلزم يلزم اوبليجي اوبليجي. هذه الطمطومه نتاعنا حطيناها باش نكملوا لها الفلفل الحار حار. هذايا الطاجين المولاي يحب الماكله الحاره. باش نعودك لك انت بالفلفل الحلو، تهنى ما تخافش. انت هدرتي وانا سمعت. ما تخرجش كرشك فارغه. الفاح اللي خليناه كما قلت لك سكنجبير وكركم وعكري وراس حانوت حطيناهم الكل، نزيدوا شويه ملح والفلفل الاكحل. واضح؟ واضح. واضح. طب باش نحطوها على النار. بطبيعتها الطماطم باش تسيبك الماء نتاعها، باش تطيب الماء نتاع الخضره. ونزيدوا شويه يمكن نمرقوها اذا كان لقينا الطنجره نتاعنا شويه ناقصه، باش نحطها على النار توا تطيب. فوالا. دونك انت زكريا كشاب في عمرك هكا تتسمى انسان فايق متفتح، تخدم في حاجات تحبهم، احنا نقولوا ساقيك على القاعه ركز يعني. كيفاش انت هكا بالكاركتير هذا وانت جون في عمرك؟ خاطر لي جون ديما يبدا مازال ما عندوش راي، مازال ما قررش، ما يعرفش. انا مازلت جون تو بعد نفكر. كيفاش انت بالكاركتير هذا؟ هي تربيه. تربيه ومن بعد تيك تاني فيها حياه. ما تقدرش تعرف اسكو غدوه راك راح تعيش هذيك الانستون اللي تقول غدوه ان شاء الله نديرها. وعندنا لو ميور اكزومبل سي الرسول عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. تواضع. ايه. اي سي سا. هذا ما كان. دونك التربيه تقول انت الوالدين عندهم دخل باش يكون ولدهم ولا بنتهم راكزه بعقلها، تعرفش تحب. هي الباز. لو سيركل. الحيز اللي تعيش فيه عنده دخل. من بعد يلزمك انت تحوس على واش راك حايب. اذا انت تقول على روحك باللي انت انسان طيب. كونك انسان طيب. وما تحوش على الاخرين. الاخرين كل واحد اي اما الطيب حاجه والاختيارات في الحياه حاجه. كيفاش عامل في رمضان؟ غالبك ولا غالبه؟ انا في رمضان نحب نخرج، نحب نخدم، نحب جيم بيان اوكيبي مون طون في رمضان. ماكش من النوع اللي تصبح راقد كي النوري؟ لا لازم ترقد. تصبح راقد؟ نرقد مي كل حاجه في وقتها. اي اكيد باش ترقد. انا قلت لك تقعد ما ترقدش. ايوه. اما تقوم بكري ولا تقوم مأخر؟ نعم قم بكري. تقوم بكري دونك ماتينال. ماتينال. ايوا تبدا نهارك بكري معناها. نبدا نهاري بكري. سي فغي كو باغابوغ زعما كي تكون دوكاتيك في هذا الوقت السهره تكون قصيره. دونك نسهروا شويه غدوه صباح تبدل، ماشي كيما لي جور نورمال كيما رمضان. اي مش كيما السهرات الرمضانيه اللي تبدا مطوله معناها. صح. اي توا هكا محكوم فينا نقوموا بكري نقضيو شهورنا، لكن كي تقوم بكري يغلبك ولا غالبه ولا عادي تعدي نهارك نورمال؟ انسان عادي. عادي انسان عادي مي كاين توجور دو ترافاي سور سوا ميم، تخدم مع روحك. كاين عفايس اللي يقلقوك، احنا بنادم ما كانش كيف زعما انت تقعد ساج كوم اون ايماج. كاين عفايس اللي يقلقوك مي ابخي توجور كاين اذكار، كاين الكاركتير ديالك كيفاش انت داير، كاين كيفاش انت تقدر تدي روحك باش ما تتقلقش. انت من الاشخاص اللي يبدا يقصر في الوقت اخر في رمضان اخر النهار تمشي للسويق وتحب تشري وتدور وتاخذ طريف جبن طريف قوطة طريف هكيكا ولا لا؟ هذه صافي بارتي، هذه من العفايس باينه بلي قاعدنا في هذاك لو مومون تاع رمضان. عفايس نحسوا بهم بنت رمضان. لو كان ما تخرجش لهذوما العفايس ماشي كيما رمضان. ماهيش نكهه رمضان. ما راهيش نكهه رمضان. مي بصح ريالمون سي دي زوبجيكتيف.
ماشي زعما نروح باسكو راني فارغ شغل ولا كاش حاجه. نو تروحي باسكو غيالمون عندك قضيه باش تقضيها. عندك دوك ماكش منهم انت خاتيك. تعرف اللي ثم اخر النهار يبدا ما عندوش ما يعمل، يمشي يدور يشري طرف تمر طرف جبن وكل يوم يروح بهم هذوكم هما بيدهم هما بيدهم. اي باش يقصر الوقت. باش يقصر الوقت. علاش يقصر الوقت؟ لا هي شوفي هي راكي مع الدار راكي تعاودي فيهم باسكو ما حاش يقدروا يديروا كلش وحدهم. مام هما راهم يصوموا مام هما راهم يعياو دونك يلزمك انت تاني. برافو. تو في بارتي دو لا فامي تو في سا بيان. بعد اعطي شويه دروس للنوري. اقعد معاه وقول له الدروس هذوما. عندكش حاجه صارت زكريا هكا في رمضان وانت صغير وقعدت في بالك؟ كاينه اللي حكاوها لي ديجا حكتها لي يما. شنو هي؟ باللي بديت نصوم فريمون صغير. كي حبيت نصوم وكاع فطرتني على العصر. بديت نبكي باسكو كنت حايب نكملها وبعدها تيقات لي خيطها على الغدوه ان شاء الله. ايوا. ونحسب بنهار. وهكيك بديت تتعلم تصوم عادة مزيانة. هكذاك بديت. هكيك نعلموا الصغار يصوموا. أنا عم. إي أنا عم. أنا عمين. حطينا لي بولات نتاعنا طويكة في الطنجرة. باش نستنيوهم جوست يطيبوا والتاجين نتاعنا باش يكون حاضر. وباش نبدا في التاجين نتاعك أنت بالفلفل الحلو باش أنت تنجم تاكل. أيوه هذا. قريب يحضر دونك. وانتم اقعدوا معنا زيدا باش تشوفوا بعد تاجين الكفته كيفاش باش يكون وكيفاش باش نزينوه. ما تبعدوش وما تزابيوش. هذا هو تاجين الكفته بالفلفل يا زكريا. الله يبارك. هو راهو يبان شهي بصح هذا الحلو ولا الحار؟ هذا الحلو ليك انت. ايبيا الحمد لله. صحه بالشفاء ان شاء الله يعجبك. الله يحفظك. راني غادي للمارشي نشري جلابيه قبل ما يبلعوا. نوري كي دارك رايح للمارشي نجي معاك. نوري مولاي جاود الله يرحمه مشي سهل قراو عليه طلبه لا. ليلي هذا مش مولاي جاود هذا زكريا قراوات. راك سير؟ سير نوري ما تخافش. يا خويف. يا سيدي شرفتني ونورتني ومرحبا بيك في كل وقت. الله يحفظك بارك الله فيك ويعطيك صحة على العرضة وصحة فطورك. يعيشك وهاني مش نخلط عليكم ونسربيكم. إن شاء الله بارك الله فيك بسلام. بين سقسيك. مين ماشي أنت مولاي جاود الله يرحمه؟ مولاي جاود شكون؟ أي روح. إن شاء الله عجبتكم حلقتنا الجديدة هذه ودبارتنا زادة غدوة في نفس التوقيت كوجينة عاشور. ما تنسيوش باش تستنوني. صحة فطوركم وشهية طيبة وباي باي. طاجين الكفتة بالفلفل الحار نستحقوا شاورما مرحية بصل مقصوص جيد طماطم معجونة فلفل عكري فلفل أكحل سكنجبير ثوم وطماطم الفرشكة أعظم فلفل حار أخضر كمون راس الحانوت زيت زيتونة زعفران وكسبر ومعدنوس مقصوصين فرش. احذر هادو ربع عباد هذي لا هذا البلاتو ديالي. ودراهم واش من دراهم؟ دراهم تاع القضيان. ماشي قلت لي غير ندخل القصر رجعهم لك. كي ندخل لاني مازلت ما دخلتش. يمايا. يا سكان المملكة بلغ هام الغايب يعلم الحاضر وراني عارفين باللي راه قابلتكم اللقية وباغيين تضحكوا وتتهاو بصح رانا نوعدكم باللي يا رجلوها يا ما رجلوهاش. تيليشارجي جيزيا واقضي على اللقية حصل على افلام موسيقى العاب ومحتويات حصريه مع جيزي.